تدريسي ومحاضر في كلية العلوم السياسية جامعة ميسان. يعني هذا ما أمكن أن أصف إليكم بعجالة. طبعا دورتنا اليوم هي في عملية التفاوض، المهارات والاستراتيجيات، تلقي الضوء أو تسلط الضوء على موضوع مهم وعلمي وعملي في نفس الوقت نحن أحوج إليه في حياتنا اليومية اعتيادية، بالإضافة إلى العمل والواجب المكلف به الإنسان أو المختص، كل بحسب عمله وكل بحسب مسؤولياته. طبعا هذا الموضوع من المواضيع المهمة وال يعني المتحركة والديناميكية دائما. صورة عامة، علم التفاوض هو علم تتمازج فيه العلوم الاجتماعية والنفسية والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وحتى العلوم الأخرى سواء كانت تطبيقية أم إنسانية. وهو صورة عامة علم تم إيجاده لوضع حد لسوء التفاهم أو عدم الاتفاق ما بين الأطراف حول قضية معينة، كأن تكون مثلا عائدية منطقة معينة بالنسبة للمفاوضات الحدودية أو جوانب اقتصادية أو غيرها من القضايا. بصورة عامة هذا التعريف تناولته العديد من الأدبيات، ولذلك كثرت المفاهيم التي تبين هذا المفهوم بصورة كثيرة وكبيرة جدا، ويعني كثر من يعني من الباحثين والمفكرين الذين تناولوا هذا الموضوع. وذكرت ان كثير من التعريفات ما نريد ندخل فيها، يعني حتى لا نتوسع توسع كبير ما يخدم موضوعنا، فراح نمشي على تعريف تقريبا واحد هو يعتبر تقريبا تعريف شامل. فالتفاوض هو موقف تعبيري حركي قائم بين طرفين او اكثر أو قضية من القضايا، يتم من خلال عرض وتبادل وتقريب وموائمة وتكييف وجهات النظر باستخدام الأساليب كافة الخاصة بالإقناع للحفاظ على المصالح القائمة أو الحصول على منفعة جديدة من خلال إما الاتفاق مع الخصم أو إجباره على عمل معين من خلاله أستطيع أن أصل إلى الفائدة التي ممكن أن أتوخاها من عملية هذه التفاوض. على هذا الأساس فالمفاوض يجب أن يتمتع بمجموعة من القضايا التي يستطيع من خلالها أن يستفيد فيها في عملية التفاوض أو عملية المفاوضة التي هو يقوم فيها. وعلى هذا الأساس فهناك مجموعة من القدرات والخصائص، ونقدر نقول عليها مهارات، يجب أن يتمتع بها فضلا عن الاستراتيجيات التي من الممكن أن يستخدمها خلال عملية التفاوض. وعلى هذا الأساس يقسم العلماء والخبراء الخصائص في عملية التفاوض إلى ثلاثة أقسام: الأولى الخصائص الموضوعية، والثانية الخصائص الشخصية، والثالثة هي خصائص المفاوض المحترف اللي تتكلم حول موضوع اليقظة الدائمة وعدم الـ يعني عدم اللي مثل ما نقول الانقطاع لديه في الأفكار أو عدم التركيز في عملية التفاوض. والخصائص الموضوعية تقسم بذلك إلى سبعة أقسام، أو خلينا نقول عليها إحنا نسميها المهارات، اللي هي القدرة على التحليل والمعرفة الاقتصادية والمعرفة القانونية، المعرفة اللغوية والمعرفة النفسية والمعرفة القياسية، بالإضافة إلى المعلومات أو المعارف العامة. نأتي على أولها وهي القدرة على التحليل، هذه هي الأولى. المقصود بها قدرة الشخص أو قدرة المفاوض على التحليل العلمي لقضايا التفاوضية وعناصرها وعواملها، ومعرفة أي من هذه العناصر التي من الممكن أن يعني تكون أو تتركب فيها هذه القضايا، وربط الأسباب بالنتائج وإيجاد العلاقة بين المؤثر والسبب وبين الباعث والمحصلة والجزء بالكل. يعني بين قوسين حتى نبسط هذه المعلومة لحضراتكم، أنه يستطيع أن يربط السبب بالنتيجة ويربط القضايا الخاصة أحداها بالأخرى حتى يستطيع إلى أن يصل إلى نتيجة من خلالها يستطيع أن يدير عملية التفاوض الخاصة به. ثانيا المعرفة الاقتصادية، يجب على أي مفاوض أيا كانت نوع المفاوضات التي يمارسها أن تتوفر لديه المعرفة المناسبة حتى يستطيع حساب حجم التكلفة وقدرة العائد الخاص به بكل عنصر أو جزء يتم التفاوض عليه، من ثم يستطيع مقارنة إجمالي العوائد بإجمالي التكاليف.
ويهم في هذا المجال أن يكون المفاوض ملما بعلم الاقتصاد الدولي وعلم الاقتصاد الكلي وعلم الاقتصاد الجزئي. يعني حتى نفهم قضية العملية التفاوضية، يجب أن يكون لدينا إلمام اقتصادي، يعني مثل ما تعرفون حضراتكم أغلب المفاوضات التي تكون على المستوى الدولي أو على المستوى الداخلي أو على المستوى الوحدة الإنتاجية اللي هي المنشأة أو الشركة، يجب أن يكون هذا الشخص ملم بالقضايا الاقتصادية لما لها من آثار كبيرة جدا. بس أخوان يا ريت واحد يقفل المايك. من آثار مهمة، يعني حسب ما هو معروف للكل، مهما كان نوع التفاوض فهناك تكاليف لهذه العملية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حتى دبلوماسية. ثالثا هي المعرفة القانونية، وهي من أهم أنواع المعارف اللازمة للمفاوض، والكل عليه أن يجنيها ويحوزها بشكل دائم ومستمر لإحاطته بالقواعد القانونية العامة التي يشكل فيها النظام العام القانوني للمجتمع الذي يتفاوض فيه، فضلاً عن نسق القيم والعادات التي تحكمه من حتى تأتي نتائج مفاوضاته في إطار هذا النظام ولا تخالف أحد قواعده وأحكامه. ممكن أن نضيف لهذا الموضوع أنك تستطيع أن تدير عملية التفاوض بصورة صحيحة وناجعة عن طريق معرفتك للقواعد القانونية سواء في دولتك أو الدولة الطرف الآخر، أو حتى عائدية مطالباتك، هل هي ذات طابع قانوني أم طابع عرفي أم غير ذات جدوى من الناحية القانونية. يجب أن يكون لديك إلمام حتى تستطيع أن يعني تدير عمليات مفاوضتك بصورة صحيحة. جانب آخر هو المعرفة اللغوية، ومن أكثر المعارف أهمية التي يجب أن يحوزها رجل التفاوض، فعليه أن يتقن اللغة أو يتقن اللغة التي تم اختيارها للتفاوض، وأن يعي جيداً معاني الكلمات والعبارات التي يستخدمها. وهنا عليه أن نفرق بين المعنى الاصطلاحي للكلمة بمعنى المصطلح، والمعنى المعجمي والقاموسي للكلمة، والمعنى الدارج للكلمة. من الممكن أن نستفيد بقضايا، وما أننا نتكلم هذه الأيام عن قضية الفلسطينية، نستفيد من حادثة حدثت في اتفاقية التي رتبت الأوضاع بعد حرب حزيران عام 1967، أنه النسخة العربية تختلف عن النسخة الإنجليزية بعبارة هي أليف ولام أل التعريف، والتي من خلالها يعني في النسخة الإنجليزية التي كانت هي النسخة المعتمدة قبل العربية طبعاً اللي تأتي في الدرجة الثانية، فالأليف واللام أل التعريف لم تكن موجودة في المصطلح الإنجليزي، وكانت هي عبارة عن كلمة هي أراضٍ احتلتها، يعني احتلها الكيان الصهيوني عام 1967، واللغة العربية الأراضي التي احتلتها، وكان هناك فرق، ولحد الآن يعني تعاني الدولة الفلسطينية. فيجب أن يكون لديك إلمام لغة ومعرفة لغوية في اللغة التي تتفاوض فيها، وتعرف مواضيعك بصورة جيدة. القضية الأخرى هي المعرفة النفسية. طبعاً هذا الموضوع جداً مهم فضلاً عن اللغة طبعاً إذا أضفنا اللغة، ويلزم رجل التفاوض أن يكون ملماً بعلم النفس وأصوله ونظرياته وقواعده، حتى يستطيع أن يحدد الطبيعة والمزاج النفسي للطرف الآخر الذي يتفاوض معه. وفي الوقت نفسه عليه تحديد الأدوات النفسية التي يستخدمها في ممارسة الضغط النفسي على الطرف الآخر، إما لإقناعه أو إجباره بحسب الاستراتيجية التي يراها هذا الطرف أو ذاك من عملية التفاوض. طبعا تستخدم الأساليب النفسية للتأثير في الطرف الآخر أو للضغط عليه نفسيا، من خلال استخدام بعض العبارات أو استخدام بعض المواقف أو التلويحات أو الاستخدام لغة الجسد. الكثير من القضايا ممكن أن تؤثر على الطرف الآخر وتجعله تحت ضغط نفسي ممكن أن يؤدي به إلى أن يكون إما مرن في التفاوض أو متعنت ومتشدد جدا بسبب الاستفزاز. طبعا بعض التكتيكات وبعض القضايا اللي تخص عملية التفاوض تهتم بالتأثير النفسي على الطرف المتفاوض معه، على اعتبار أن كلما ضغط عليه ممكن أن يخطأ. طبعا هذا الأسلوب حتى نتكلم عنه استخدمته إيران بالمفاوضات التي قادت الاتفاق الإطاري للحد الانتشار النووي، أو ما يسمى بالاتفاقية النووية لإيران عام 2015.
لاريجاني كان يعني وغيره من المفاوضين الآخرين كان يستخدم أساليب الضغط النفسي، حتى عندما أعلن عن الاتفاق صورته المشهورة كانت في إحدى الشرف في فيينا وهو يشرب القهوة، نوع من الاستفزاز للخصوم خاصة إعلاميا، وهذا كان من أهم القضايا التي أشرت على الجانب الإيراني أو أشرت للجانب الإيراني، هو انضباط النفسي مقابل الضغط على الآخرين نفسيا. الجانب السادس أو النقطة السادسة هو معرفة القياسية، وتتصل هذه المعرفة بعلم القياس من خلال هذا الأسلوب يتم ترجمة النقاط التفاوضية إلى قياس كمي يمكن قياسه ومعرفة حجمه وتطوره وأسعاره، وأهم الأدوات القياس التي يتعين على رجل التفاوض الإمام بها هي الأرقام القياسية، وتشمل الآن نتكلم هو إحنا الآن هو في اللي ظاهر أمامكم يتكلم عن مواضيع مثلًا قياس الأسعار أو الرقم القياسي أو ما يسمى الأسعار المستهلك، من أرقام قياسية للمستهلكين، أسعار الجملة، غيرهم مما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الداخلية، أو مثلًا فيما يتعلق بالجانب الدولي عندما يتكلم عن مواضيع التفاوض التجاري الدولي أو غيرها من القضايا التفاوضية. يجب أن يكون ملمًا بالقياس وطريقة قياس كل شيء أمامه من معرفة أو من معلومة. والجانب الأخير هو جزء مهم جداً، هو المعرفة العامة. يجب أن يكون ملماً بقدر كبير من المعلومات العامة التي من خلالها يستطيع أن يستفيد فيها أو يستفيد منها من قضية التفاوض، حتى يستطيع أن يتواصل مع الطرف الآخر بطريقة تستطيع أن يعرض مطالباته. فمثلاً عندما نتكلم عن الجوانب التاريخية أو خلينا نتكلم عن المواضيع اللي تتعلق بقضايا الحدود أو عائدية بعض المناطق، يتم اللجوء إلى المستندات التاريخية ويجد اللجوء إلى الخرائط القديمة وبعض القضايا والحقائق وغيرها. فعندما يكون هذا الطرف المفاوض ملم بالمعلومات التاريخية وبالجوانب التاريخية أو المعلومات العامة بصورة عامة عنده متوسعة، عندما يعرض الطرف الآخر أي حجة من الحجج هو فاهمها ويعرف الرد عليها، وليس يعني مجرد شخص جاي يلقي كم كلمة هو وفق ما موجود عنده وجاي ينقل وجهة نظر، لا، عنده أسلوب للحوار والإقناع وطريقة مثل ما نقول إحنا نسميها بالتعبير الدارج عندنا في اللهجة العامية، يستطيع أن يجادل بصورة كثيرة وكبيرة. فهذا منين جاي؟ جاي من معرفته للمعلومات العامة وطريقة عرضه إلها. الطرف الآخر عندما يتكلم يكون متواصل معه ويفهم ما يقصد، وهذه جدا مهمة في المعلومات الموضوعية. الجانب الآخر في الموضوعية اللي حكينا عليها انتهت الآن، الخصائص أو المواصفات أو المهارات التي يتحلى بها الطرف المفاوض، وانتهينا من الخصائص الموضوعية الآن إلى الخصائص الشخصية، وهي أيضا تقسم إلى 7 أقسام، وهي كالآتي: قوة التحمل ونضج الشخصية، الذكاء والدهاء، سرعة التصرف وحسن التصرف، وإجادة فن الاستماع أي أنه مستمع جيد، اللباقة بمعنى أنه يستطيع أن يتكلم بأسلوب طلق وغير متلعثم، وسريع الملاحظة أي أنه يعني راح نشرح إن شاء الله كلهن، والإدراك الشامل. نبدأ في أول هذه الخصائص الشخصية اللي هو قوة التحمل ونضج الشخصية. بصورة عامة المتفاوض يجب أن يعني يتمتع بشخصية قوية ناضجة جذابة بحيث لا يؤدي إلى نفور وتأفف المحيطين به الذين يمارسون معه عملية التفاوض. وقوة الشخصية تعتمد بشكل كبير على إدراك المفاوض أنه الطرف الذي يتفاوض معه هو إنسان أولا قبل كل شيء له عيوبه وحسناته، بالإضافة إلى جوانب أخرى أنه هذه الشخصية على من بالفضل عن الشكل المقبول والهندام المقبول يتمتع بشخصية تستطيع أن تتحمل الضغط المسلط عليها أولا، اثنين يتمتع بالهدوء العالي، برودة وقوة الأعصاب، وعدم يعني ممكن لا يستثار بصورة سريعة، يمتلك أسلوب هادئ جدا في التعامل مع المواقف الغير المؤاتية أو المواقف التي تحدث ضده، كأن يكون مثلا عملية التفاوض بدأت تخرج خارج سيطرته فيكون هادئ جدا في التعامل.
لأن إذا أنت كنت عصبي أو كنت لا تستطيع أو لا تتحمل الضغط، بعض الأشخاص يعني هم يتفاوتون بين يتحمل الضغط وبين الشخص الذي لا يتحمل الضغط عليه، فتراه ينفجر. مع الانفجار ممكن أن يؤدي إلى أزمة وقد تؤدي إلى حروب. يعني مثلا إحنا عندنا كلنا نعرف العام 1990 عندما دخلت القوات العراقية إلى الكويت، وهذا الشيء معروف للكل، يعني الأزمة كانت من الممكن يعني إحاطتها وتطويقها بسلاسة وسهولة لو كان الطرف العراقي يتمتع بنوع من ضبط النفس، لأن هم تعمدوا استفزازه، وهذا كانوا ما يريدون من عنده أنه ينفجر، وانفجر وانتهت بالحرب الخليج الثانية، أو ما يسمى حرب تحرير الكويت كما أطلق عليها الولايات المتحدة الأمريكية. اثنين، الذكاء والدهاء. بصورة عامة يجب أن يكون الطرف المفاوض يتميز بالذكاء الحاد والدهاء الشديد، حيث يستطيع القيام بدوره التفاوضي بنجاح وفاعلية كاملتين. إذ ترتبط إدارة الحوار التفاوضي بمدى ذكاء المفاوض في تحديد معرفة أوجه القصور والضعف لدى الطرف الآخر، لاستغلالها ومعرفة أوجه القوة لتحييدها مع الطرف الآخر. بصورة عامة يجب أن يكون الطرف المفاوض طرف ذكي جداً، على اعتبار أنه هو يعني يفكر بينه وبين نفسه ومهيئ نفسه إلى أنه من الممكن أن يتعرض إلى مواقف يستطيع من خلالها أن الطرف الآخر يحاول أن يقلل أو يضعف من حشته، فهو يكون ذكي جداً في معرفة مواطن قوة الطرف الآخر ومواطن ضعفه، ويبدي يضغط عليها أكثر فأكثر باتجاه أن ينال من عنده تنازلات كثيرة وكبيرة. وهذا جداً مهم وجداً يعني أساسي في أي مفاوض مهما كان نوعية أو العمل التفاوضي المرسل إليه. الجانب الآخر هو حسن التصرف وسرعته، إحنا هنا نسميها يسمونها سرعة البديهة في التصرف، أنه لكل فعل بصورة عامة قانون نيوتن الثالث يقول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، وكلاهما على خط فعل واحد، هذا قانون نيوتن الثالث في الجاذبية بصورة عامة. فالعمل التفاوضي بنفس الطريقة، عندما تستاد الأعمال التفاوضية أهمية وغرابة وقوة، يكون رد الفعل أكثر أو أقل من الفعل، بمعنى أن قد تكون هذه الأفعال أو ردود الأفعال بحسب الطرف الآخر. فيجب مثلا عندما يتم استفزازه ما ينتظر انه يتفكر ويبدي يرد، وانما يبدي يتصرف بسرعه انه يمتص غضب الاخر او يمتص يعني استفزازه بطريقه اخرى، ان يرد عليه بنفس الاستفزاز ولكن باسلوب اكثر دهاء واكثر جراه، بحيث انه يعيد او يرجع طبيعه العمل الى الطرف الاخر. هذا جدا مهم، وبالاضافه الى حسن التصرف، مثلا قد تلجا الاطراف الاخرى أو الطرف المفاوض عندما يرى نفسه أنه يعني في عملية تفاوض بدأ ينهزم، فيحاول أن يستخدم أساليب أو طرق يعني من منها يدمر عملية التفاوض. الطرف الآخر شو يسوي؟ يبدي يعني يتعامل معه على أنه هو الطرف المظلوم وليس الطرف الظالم، أو أنه الطرف اللي ما يريد يتنازل عن هذه المفاوضات، ويبدي يتقبل من عنده أي فعل في سبيل أن تستمر عملية التفاوض حتى يحقق مكاسبه. طبعاً الجانب الآخر هو إجادة فن الاستماع، أو يسمونه إجادة، يجب أن يكون الشخص هذا مستمع جيد. لماذا؟ لأن قد يكون هنالك بعض الأطراف من الممكن أن تؤدي بها أنه بعض الكلمات الخطأ أو بعض المصطلحات التي لا تخدم عملية التفاوض يبدي يسبحها بصورة صحيحة. هذا واحد. الحجج اللي بالطرف الآخر يجب أن تكون حجج مثلا يحاول يوضحها، وعن طريقه هو يبدأ يسمع حتى يعرف كيفية الرد عليها. طبعا بالإضافة إلى أن تكون هنالك موضوع مقصود بعملية الأنصاف، أنه يجب أن يكون هذا الشخص عندما يتكلم أو يعرض قضيته محافظا على مصالح الطرف الآخر. ليش؟ لأن حتى ينطي رسالة إيجابية إلى الطرف الآخر الذي يعمل معه في عملية التفاوض، أنه هو لم يأتي لأخذ حقه، وإنما شنو جاي يسمع من عنده ويرد عليه بطريقة صحيحة. اللياقة والكياسة، المقصود من عنده أنه الكيس هو الشخص اللي عنده احترام وود وتقدير للطرف الآخر، وكذلك اللياقة في التصرف والتعامل. عندما يرى الطرف الآخر هذه الطريقة في التعامل اللي هي اللياقة واللباقة والكياسة في التعامل،
يكون الحاجز النفسي ما بين الطرفين يكون مكسور أو خلينا نقول تم تجاوزه، وهذا الحوار التفاوضي يكون عن طريق بشكل بارع وبشكل اختيار كلماته واختيار مصطلحاته وتبيان موقفه بالطريقة التي تستطيع أن تكون يمتص جو التوتر الموجود في القاعة أو في الغرفة التي يتم فيها التفاوض، ويثير نوع من البهجة والسرور والترحيب والتقدير والاحترام والتبجيل. وهذا النوع كان مشهور عنا طبعا، احنا في فترات سابقة كان مشهور في عن المفاوضين الأمريكان أو المفاوضين البريطانيين اللي يستخدمون أساليب للتواصل بصورة صحيحة، في معرفة الجمود والقوة والصلابة كان معروف عن وعدم اللياقة في الكلام كان معروف في وقتها عن دولة الاتحاد السوفيتي في فترة من فترات، وخاصة في فترة يعني خروشوف وغيره. طبعا السريع الملاحظة والفطنة، هناك أشياء صغيرة ومتناهية الصغر قد تحدث في أثناء الجلسات، وهذه الجلسة الطريقة أو الأسلوب في التعامل ممكن أن يؤدي بك إلى أنه يعني تؤثر في عملية التفاوض، تكون مفاتيح لقضايا أخرى. فيجب أن يكون سريع الملاحظة، وهذه سرعة الملاحظة تساعد في إدراك ومعرفة وتشخيص الأشياء التي تحدث أو الاستفادة منها في الجلسات التفاوضية. مثلا على سبيل المثال مثلا يعني مثلا وذاك لكم اياها مثلا قد يكون عمليه تدخين او حساسيه ضد الاطراف، مثلا ان قد يكون مثلا العمليه التفاوضيه مختلطه من الجنسين او عدم التكيف مع الطرف الاخر وغيرها من هذه القضايا. يعني نعطيكم فد مثال، عندما حدثت الازمه الاوكرانيه يعني وصلت المرحله الاصطدام ما بين روسيا واوكرانيا، حاولت طبعا هذا في عام 2014، حاولت ألمانيا بالاعتبار انه هي عندها مصالح مع روسيا انه تستخدم اسلوب انه هي تقرب وجهات النظر. فدخلت انجيلا ميركل في وقتها المستشار السابق لألمانيا الى روسيا، ف فلاديمير بوتين عندما استقبلها اجلكم الله اتقل عليها كلب، يعني كلب الحراسة معروف عنا عنده كلب يعني ضخم، واضطرت أن توقف الاجتماع بعد مرور دقيقتين أو ثلاثة مجرد أن طلعت. لماذا؟ لأن بوتين عن طريق جهاز الاستخبارات عرف أنه أنجيلا ميركل عندها يعني خوف منذ الطفولة بسبب أجلكم الله هجوم كلب عليها، فأصبحت عندها فوبيا من الكلاب، فهي جاية تطي الشروط اللي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حتى يرفعون عنها العقوبات، فهو أدخل أجلكم الله الكلب حتى يعني يخليها ترتبك وتنهي الاجتماع بسرعة، ولم يعني تستطيع أن لا نقلت الشروط ولا استطاعت أن تتوصل إلى اتفاق. وهذا سبب شنو؟ أنه الملاحظة والفطنة الموجودة عند صناع القرار في روسيا. سبعة، الإدراك الشامل والمتكامل. بصورة عامة الإدراك الشامل والمتكامل المقصود به أنه كما القضية التفاوضية بصورة عامة فيها أجزاء وعناصر، ومن جمال هذه الأجزاء والعناصر تتركب القضية التفاوضية وتكامل عناصرها. لذلك التعامل الجزئي مع أحد هذه الأجزاء لابد يتم في إطار النظرة الشاملة والمتكاملة للقضية التفاوضية ككل. يعني لو نقرب لكم إياها، عندما نتكلم مثلا عن النزاع الحدودي بيننا وبين الكويت الآن، عندما نريد الرسم استطيع ترسيم الحدود، عندنا احنا حدود برية وعندنا حدود بحرية، لا بل يعني ليس تركيز على الحدود البحرية ونترك البرية، ولا نتركز على البرية ونترك البحرية. يجب أن يكون أسلوب التفاوض متناسق ما بين الطرفين، بحيث إذا أنطيت تنازل في طرف تستطيع أن تأخذ مكاسب في طرف آخر وهكذا. لذلك يجب أن يكون إدراك شامل ومتكامل بتأثير المعالجة التفاوضية. بصورة عامة كذلك يتصف رجل التفاوض بالرؤية الشاملة والكاملة والمتكاملة للقضية التفاوضية ككل، حتى لو كانت مهمته تنحصر عفوا في أجزاء أو عناصر منها. هذه ما يتعلق بالخصائص الشخصية والخصائص الموضوعية. بقت القضية اليقظة الدائمة ويسمونها باليقظة التفاوضية. يجب أن يكون المتفاوض الناجح عنده يقظة تفاوضية، بمعنى أنه هو استعداد دائم للتفاوض في أي وقت وفي حالة تعبئة تفاوضية عالية مبنية على توافر معلومات دقيقة وكافية عن الطرف الآخر، ثم تحليل سليم لهذه المعلومات والوصول منها إلى مجموعة كافية ومناسبة للمؤثرات تكفي للحصول على استنتاجات صحيحة.
وهنا نورد مثلين، عندنا واحد قديم والآخر يعني من أيامنا هذه. القديم هو ما فعله هنري كيسنجر في قضية التفاوض ما بين يعني القوات المصرية في عام 1973 والقوات الصهيونية. مثل ما نعرف مع 6 أكتوبر أو 6/10 بدأت عمليات الجيش المصري في الساحل اللي مثل ما نقول أو يسمونها في الجهة الغربية للقتال، واستطاع هنري كيسنجر مباشرة. كان وين كان موجود هو هنري كيسنجر في حينها؟ كان موجود في الاتحاد السوفيتي. من بدء عمليات القتال انطلق مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استلم يعني مهمته أو الأوامر التي عنده، وتوجه مباشرة إلى مصر، واستطاع أن ينجح في اتفاقية فصل قوات يوم 21/10، وانتهت يعني تم توقيعها في 28/10/1973. يعني هو كان موجود في مهمة أخرى، رجع للولايات المتحدة الأمريكية ومباشرة جاء لمصر وأنهى القضية. فيما يتعلق هاي بالمهارة يعني مثل ما نقول إحنا التفاوض السريع. أما التفاوض طويل الأمد فهو المعروف عن الإيرانيين في الاتفاق النووي، لا بأس أن نرجع لهذا الموضوع. يعني مفاوضات ماراثونية استمرت لأكثر من 18 شهر، والجانب الإيراني يوميا يدزون عليه يجي يتفاوض في فيينا ويرجع أو يتفاوض في أي مكان من العالم، وهو عنده المام كان بالطريقة التي يستطيع من خلاله، استطاع أن يملي شروطه التي يعني لولا أنها شروط يعني نظرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنها شروط يعني تعجيزية إلها لما انسحب من عتة ترامب في النهاية عام في شهر الخامس 2018. فالجوانب الشخصية جدا مهمة، يجب أن يكون لديك يقظة تفاوضية، عندك معرفة تامة ومعرفة كبيرة ومعرفة جدا مهمة في مواضيع القضايا الخاصة بي في هذا الموضوع. هذا ما يتعلق بالخصائص الشخصية. يعني نصل إلى إلى محصلة أخيرة حتى من باب لاستعادة المعلومات بسرعة حتى نستطيع أن نربط أحدها بالآخر، أنه يجب أن يكون المفاوض يتمتع بمجموعة من المهارات اللي قد تكون مهارات تابعة لخصائص موضوعية هو يحس يعني مكتسبة، أو الأخرى قد تكون شخصية. وبعدين آخر شيء يجمعهم ذني في بوتقة واحدة يسمونها بوتقة اليوقظة، أن يكون شخص جدا نبه، عنده معلومات عامة وعنده استعداد دائم، يعني شخص مهيئ لأي عملية تفاوضية في أي لحظة من اللحظات. فيما يتعلق بموضوع الاستراتيجيات، فالاستراتيجيات ممكن أن نقسمها إلى قسمين أو منهجين، والأول تعاوني والثاني صراعي. التعاوني يسمونه منهج المصالح المشتركة، واللي يضم مجموعة من الاستراتيجيات اللي ممكن أن نبينها في أربع أقسام، هي استراتيجية التكامل، واستراتيجية تطوير التعاون الحالي، واستراتيجية تعميق العلاقات العامة والعلاقة العامة، واستراتيجية توسيع نطاق التعاون بمده إلى مجالات أخرى. الاستراتيجية التعاون أو يسمونها الاستراتيجية المنهج المصلحة المشتركة، طبعا هذا يأتي في موضوع معين. العملية التفاوضية ليست بالضرورة أن يكون هنالك موقف أزموي، مو بالضرورة أن يكون هناك صراع، ولا إنما قد يكون هناك تعاون، هناك باب أو طريقة جديدة للتعاون ما متفقين عليها الأطراف، سواء كانت مؤسسات أو شركات أو دول أو منظمات. إحنا عندنا طريق جديد نستطيع أن نفتحه أمامنا للتعاون، ولكن يجب أن نبين ما لنا وما لا علينا. فهناك تعاون وهناك صراع. فاستراتيجيات المصالح اللي هي اولا استراتيجيه التكامل بصوره عامه، واستراتيجيه التكامل انه تطوير علاقه بين طرفي التفاوض الى ان يصبح كل او احدهما مكملا للاخر في كل شيء. قد يكون ينتهي ب قد يكون شخص واحد، يصبحون شخص واحد مندمج، وهذا ما نطلق عليه احنا في التعبير الدارج عندنا في الادب الاقتصادي الكارتلات او اتحاد الشركات او غيرها، اللي هي تتبع لان تعمل في مجال واحد ولكن تقسم العمل فيما بينها على طرق معينه. وهذا الغرض من عنده هو تحقيق اكبر استفاده متاحه امام كل شخص منهم او كل طرف من هذه الاطراف بصوره ماديه او غير ماديه، ولا تاتي عن طريق او لها اشكال معينه.
أولها هو التكامل الخلفي. المقصود بالتكامل الخلفي هنا هو قيام أحد الأطراف بإيجاد علاقة أو رابطة مصلحية يتم من خلالها الاستفادة مما يحوزه الطرف الآخر من موارد مادية أو موارد بشرية لتغذية ذاته، يعني لتوسيع نفسه، وبالإضافة إلى أن شنو وهذا الإمكانات المتوفرة التي تستطيع أن تطور الطرف الآخر. هذا موجود أكثر شيء في عمل الشركات بصورة عامة وما يتعلق بقضايا الموارد المعدنية والموارد المادية والموارد الزراعية والموارد الصناعية التي ممكن أن نستفيد من عندها. بعض الشركات تدخل في اتفاقيات مع شركات أخرى الغرض معناته أن تستفيد من ما تنتجه في إدخالها في منتجاتها، وهذا موجود كثيرا في صناعة السيارات وغير السيارات اللي تستفيد من الإضافة إلى الإلكترونيات وغيرها من القضايا. الجانب الآخر هو الجانب أو يسمونه التكامل الأمامي. دكتور علي الصوت واضح ما يقطع؟ هي نعم دكتور عاش شديدك. تمام الحمد لله، يعني خف الصوت لأن النت شوية شغلته مو تمام. المهم التكامل الأمامي المقصود به هو عكس الطريقة أو عكس الاتجاه الأول، هو محاولة أحد الأطراف أن يكشف كل ما لديه من قوة وإمكانات. بس عفوا أخوانا غطوكم من المايكات. العفو دكتور وجدان، نرجو المعذرة منك، بس الخلفية اللي جاي تشرح بها ما جاي تطلع. شباب من أخواننا الموجودين عندكم واضحة؟ لا دكتور واضحة دكتور. تمام خاف يجوز لي أن فترة طويلة صارها على الشاشة وما تروح وترجع. الآن واضحة عندكم دكتور؟ نعم دكتور واضح. تمام شكرا جزيلا للأخ اللي نبهني، احتمال عندي خطأ. فالتكامل الأمامي نرجع لموضوعنا اللي هو عكس الطرف الأول أو عكس الطريقة الأولى، أنك الآن بالطريقة الأولى تحاول أن تستفيد من المؤهلات للطرف الآخر. بالتكامل الأمامي لا، تحتاج أنه أنت تبين ما لديك من إمكانات وموارد وقدرات، وتكون هي عبارة عن عرض لإغراء الطرف الآخر أنه هناك فائدة كبيرة من الممكن أن يستفيد من عدها للتكامل أو للتفاوض معك، ومن خلالها نستطيع أن نحقق فائدة للأطراف الأخرى. التكامل الأفقي المقصود بالجانب أو الجيم هو المقصود به أنه أنت ضافت فوائد جديدة أو يسمونها إضافة طرف ثالث للعملية، يعني كأن تكون دولتين وتدخل طرف ثالث من الممكن أن يؤدي الدور الحاضن لهذين الطرفين أو المؤثر أو الزيادة في التعاون أو زيادة في الاستفادة. فهناك يكون إضافة طرف ثالث يعني العمليات التكاملية أو التفاوضية. اثنين استراتيجية تطوير التعاون الحالي، وهي المقصود بها تقوم هذه الاستراتيجية التفاوضية على الوصول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف العليا التي تعمل على تطوير المصلحة المشتركة بين طرفي التفاوض وتوثيق أوجه التعاون بينهما، وهذا يتم عن طريق مجموعة من الاستراتيجيات البديلة الفرعية بحيث يمكن استخدام أي منها أو بعضها أو كلها لتحقيق هذه الأهداف العليا. وأهم هذه الاستراتيجيات ما يلي: واحد، توسيع مجالات التعاون. وتتم هذه الاستراتيجية عن طريق إقناع الطرفين المتفاوضين بمد مجال التعاون إلى مجالات جديدة لم يكن التعاون بينهما قد وصل إليها من قبل، بمعنى أن نفتح آفاق للتعاون جديدة لم تكن سابقا موجودة. قد يكون هناك مثلا تعاون اقتصادي مثل ما صار عندنا بالاتحاد الأوروبي، بدأ بالتعاون الاقتصادي وانتهى بدأ بالتعاون العسكري مع حلف الناتو 1949، وبعدين طلع عندنا ب 59 الاتفاقية الحديد والصلب، وبعدين انتهى الآن بأشبه باتحاد كونفدرالي بين الدول. بدأ من العسكري، النوب اقتصادي، النوب سياسي، النوب اجتماعي، النوب ثقافي، وتوسعت المسألة شيئا فشيئا، وهذا هو يسمونه تطوير التعاون. الجانب الآخر الارتقاء بدرجة التعاون، المقصود بها أنه هي الجانب اللي حققت به عمليات تفاوضية ونجحت فيه من الممكن أن أزيده أكثر. تبدأ بقطاع معين، قد يكون قطاع الزراعة والصناعة ثم الخدمات، ثم ترتفع هذه الإمكانات
حسب نوع المجال التي تستطيع عليه. وطبعا تبدأ بمراحل معينة، أولها مرحلة التفاهم المشترك والتعرف عفوا على مصالح كل طرف، ثم مرحلة الاتفاق في الرأي وقضايا المصلحة، ثم مرحلة العمل على التنفيذ، ومرحلة اقتسام العائد، ومرحلة يسمونها تقاسم الأرباح. طبعا الاستراتيجية الثالثة هي تعميق العلاقة القائمة، وهذه الاستراتيجية انه انت تدخل في يعني الوصول لمدى اكبر من التعاون بين الطرفين او اكثر، تجمعهم مصلحة ما حيث يقوم كل منهما باحداث عمقا في علاقته بالاخر. فعلاقات التصاهر مثلا بين العائلات، الانتاج المشترك بين الشركات، هو خير نموذج لاستراتيجية التعميق، حيث يتم من خلال استراتيجية تقوية هذه الروابط بين الطرفين وصولا الى مرحلة الاندماج الكلي. طبعا هذه ايضا موجوده في صناعه السيارات، بالاضافه الى اصحاب المصالح المشتركه والدول المتعاونه عفوا. المرحله الاخيره هو استراتيجيه توسيع نطاق التعاون بمده الى مجالات جديده. تعتمد هذه الاستراتيجيه اساسا على الواقع التاريخي الطويل الممتد بين طرفي التوافق من خلال التعاون القائم بينهم، وتعدد وسائله وتعدد مراحله وفقا للظروف والمتغيرات التي مر بها. طبعا هذا الموضوع هو اشبه بالمواضيع السابقه اللي تكلمنا عن موضوع التكامل والتطوير، هي انه البحث عن مجالات جديده لم يتم الوصول اليها سابقا، او انها تم الوصول اليها ولكن ليس بالدرجه وبالطريقه التي تحقق فوائد للطرفين. فابحث عن مجالات اخرى، كان يكون هناك تنسيق سياسي، يصبح هناك تنسيق أمني، تنسيق اقتصادي، تنسيق استخباري، يعني أبحث عن مجالات جديدة وأساليب أخرى من خلالها أستطيع عنها. وهذه الاستراتيجية أنه أحاول أنه أستفيد قدر الإمكان في عملية التفاوض من المؤهلات والإمكانات المتوفرة للطرف الآخر، وأبدي أنا أوسع هذه المجالات. طبعا هذا ما يتعلق بموضوع استراتيجيات التعاون، وهذه الاستراتيجيات ليست بنوع المكلف او خلينا نقول المتعب للطرف الاخر، بمعنى انه بما انك انت عندك علاقات جيده، علاقات يعني متكامله مع الطرف الاخر، ليست مرهقه هذه عمليات التفاوض. عمليات التفاوض بصوره عامه هي كالاتي: في استراتيجيات منهج الصراع جدا مزعجة وجدا مكلفة وجدا متعبة للطرفين، وعلى هذا الأساس ممكن أن نتكلم عنها بالطرق الآتية: أولها استراتيجية الإنهاك أو الاستنزاف، والثانية استراتيجية التشتيت أو التفتيت، والثالث استراتيجية إحكام السيطرة، والنوع الرابع استراتيجية الدحر أو الغزو المنظم، و خامسا استراتيجية التدمير الذاتي. ونتكلم عنها بالطريقة الاستراتيجية الأولى. يكون فيها هذا الطرف أو خلينا نقول طرفي التفاوض على مستوى من الصراع الكبير، وتكون على مستوى الفردي والشخصي، وهذه استراتيجية الاستنزاف التفاوضي، حيث يعمل بها هذا المتبني لها أو الطرف الذي استخدمها على أن يعني على أولا استنزاف الطرف او استنزاف وقت الطرف الاخر، انك انت تدخله في 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 صراع مع الوقت او في نزاع مع الوقت، مثلا عن طريق انك تطول فتره التفاوض لتغطي اطول وقت ممكن. اثنين التفاوض حول ما نتفاوض من اجله، يعني اشبه بقضيه انه انت تريد تدخل في دوامه، أنا راح أتفاوض وياك على شنو؟ يجب أن نتفاوض على النقاط التي تتفاوض من أجلها. طبعاً هذه لو كان الطرف الآخر كان قليل الصبر راح يدخل في عملية استنزاف كبيرة جداً إليه، ويعني إنهاك جداً كبيرة. تفاوض في جولة أو جولات، ومثل ما قلنا قبل شوية المفاوضات الماراثونية اللي صارت ما بين مجموعة أو خلينا نقول الطرف 5+1 اللي هم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا مع إيران. إيران حاولت ولا تزال تحاول الآن في إدارة بايدن أن تمد جولات التفاوض، الغرض من عندها هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الوقت، هاي واحد. اثنين حتى الطرف الآخر ينهك وبعد ذلك
يمكن أن يوافق على بعض الشروط. التفاوض حول كل موضوع من الموضوعات التي حددت لها أولويات في ضوء كل موضوع، يمكن على هذا الأساس أنه أحاول أقسم المواضيع وما أحاول يعني أدخل في عملية تفاوض. الجانب الآخر أو النقطة رقم اثنين في هذه الاستراتيجية هو استنزاف جهد الطرف الآخر إلى أشد درجة ممكنة، طبعاً أنه تدمر طاقاته وتدمر خبراته وتدمر التخصصات اللي عنده أنك من خلال الضغط. يعني مثلاً حتى نتكلم بأكثر، دائماً نجي على هذا الأساس لأن هو لحضراتكم أنتم عايشين هذا الوضع وتعرفونه. الولايات المتحدة الأمريكية في تفاوضها مع إيران في الفترة الأخيرة استخدمت إيران أسلوب معها أنه هي ما تفاوض لها بشكل مباشر، وأنها متفاوض مع طرف ثالث، يعني هو ينقل وجهة نظرهم من الأمريكان ولا يجلسون على طاولة الحوار مرة واحدة. طبعاً هذا ممكن أن يؤدي إلى استنزافه واستنزاف جهوده. طبعاً من ضمن هذه الأساليب أنه إثارة العقبات القانونية حول كل عنصر من العناصر السابقة التي تم عرضها، وضع برنامج حافل الاستقبالات والحفلات والمؤتمرات الصحفية وحفلات التعارف وزيارة الأماكن التاريخية، أنك تدخله في دوامة حول الشغلة، وزيادة الاهتمام من النواحي الفنية شديدة التشعب كالنواحي الهندسية والجغرافية والتجارية والاقتصادية. يعني مثلا أنت تبتعد عن قضية التفاوض وتروح على الجوانب الشكلية. الجانب أنه النقطة الثالثة أنه تستخدم أسلوب استنزاف أموال الطرف الآخر. طبعا نعرف أنه كل شيء يكون بمال، تايم از ماني عند الغربيين، وإحنا عندنا الأموال جدا مهمة في إدارة عمل التفاوض. يعني أنت عندك وفود، عندك سفرات، عندك إقامة، عندك أكل، عندك شرب، عندك يعني إفادات وغيرها. هذا كل ما أطلت هذا الموضوع كل ما أنت استنزفت موارد المتوفرة لديك، عفوا لدى الطرف الآخر، في طريقة أنه أنت تريد التعبة والدمرة. الاستراتيجية حتى على عجالة لأن أصور راح ينتهي الوقت حسب الوقت المخصص إليه. الاستراتيجية الثانية استراتيجية التشتيت، أنه أنت شتت الأطراف في جوانب. مثلا تقوم هذه الاستراتيجية على فحص وتشخيص وتحديد أهم نقاط الضعف في القوة في فرق التفاوض، وتحديد انتماءاتهم وعقائدهم مستواهم العلمي والفني والطبقي. ومن شأنه أنه هذا تحاول أن تضرب وحدة الخصم، تضرب أسلوب عمل الفريق اللي عندهم، وتبدأ الصراعات الداخلية أو خلينا نقول الخلافات والصراعات ما بين أطرافه. أنك تشوف مثلا أحد الأطراف من الضعيف بيهم، أو مثلا عنده وجهات نظر دائما تكون مو مع الفريق، وتحاول أن يعني تقوي موقفه بين أعضاء فريقه اللي هو التفاوضي، وتخليه يكون أشبه بقنبلة موقوتة ما بين أعضاء الفريق، وتستطيع أن تشتت يعني من خلال الصراعات والخلافات بيناتهم، من يؤدي إلى أنه يكون هذا أسلوب من أساليب التفتيت للطرف الآخر أو للخصم. الاستراتيجية الثالثة اللي هي عندهم هي استراتيجية إحكام السيطرة أو الإخضاع، وهي القصد من عندها أنه يكون منهج الصراع أو معركة شرسة أو مباراة ذهنية ما بين الطرفين. ونرجع على الجوانب الأولى اللي حكيناها عليها، قلنا الجوانب الموضوعية، أنه يكون هذا الطرف ملم بعلم النفس، يستطيع أن يلعب وياهم على أوتار أو خلينا نقول على وتر الأعصاب، وتر الضعف أو القلق النفسي للطرف الآخر، فتكون هي مباراة لإحكام السيطرة أحدهما على الآخر. وهذه تأتي من مجموعة من القدرات اللي هي قدرة على التنويع والتشكيل وتعديل والتبديل المبادرات التفاوضية، محاولة أنت تشرك الخصم وتخليه ما يركز في جانب معين، القدرة على الحركة السريعة والاستجابة التلقائية والفورية، والاستعداد دائم للتفاوض فور قيام الطرف الآخر بإبداء رغبته مهما كانت هذه الرغبة. يعني أنت عندك قدرة على الفعل، ونفس الوقت عندك قدرة على رد الفعل إذا ما جاء عندك أو صار عندك تغيير. والنقطة الثالثة هو الحرص على إبقاء الطرف الآخر في مركز التابع، أنه تحسسه أنه هو دائما طرف ضعيف. وهذا ما تعتمد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية في أغلب مفاوضاتها، أنه التلويح بنظام أو خلينا نقول التلويح بموضوع العقوبات الاقتصادية والدولار، والطرف الآخر هو اقتصاديا ضعيف أو عسكريا ضعيف أو سياسيا ضعيف. بالبداية يبدأ يقاوم، ولكن في الأخير يجب أن يخضع لأن هو ما يستطيع أن يقاوم هذه المواضيع. الاستراتيجية الرابعة هي استراتيجية الدحر أو الغزو المنظم، ويتم استخدامها بغض النظر عن ندرة أو قلة المعلومات من الطرف الآخر.
وتكون يعني هي غرض من عندها هو انه تكون احدهما يبدا بعمليات مثل ما نقول الاستدراج او استخدام التفاوض تدريجي خطوه بخطوه، بعد ذلك نبدا عمليه الهجوم على الطرف الاخر او على الطرف المفاوض، بحيث ما يستطيع انه يحاول ان يتمالك نفسه او يبدا بتجميع معلوماته وتجميع بياناته والمعلومات المتوفره لديه، لان هذا هو بعمليات الهجوم او عمليه الهجوم لا يستطيع ان يدافع عن افكاره ويدافع عن موقفه التفاوضي. طبعا وهذه استراتيجيه تقوم بين عن طريق عمل الفريق، يعني مو شخص واحد، وانما يبدا طرف من الفريق التفاوضي بالهجوم وياتي طرف الاخر يكمل مكملا لخطته، وهكذا بحيث يربك الطرف المقابل. واستراتيجيه التدمير الذاتي، عفوا التدمير الخامسه، ان هي انه انت يعني تأتي بطريقة معينة بصورة عامة لكل طرف من أطراف التفاوض أهداف وآمال وأحلام، وهذه كلما كانت هناك عقبات تحس أنه باليأس أكثر فأكثر، وتختار طريقين، إما أنه أنت تصرف النظر عن هذه الأهداف، إما أنك تبحث عن وسائل جديدة وغير موجودة. فهذا عندما تكون اليأس وصل إلى مرحلة أنه تبدأ أنت تتخلى عن كل شيء مقابل انه انت تنهي هذه العمليه التفاوضيه، واما انك تتفاوض مع اسلوب اخر وهو اصرار والتصميم يعني لافشال كل جهود او مخططات الطرف الاخر، واللي يسمونه استراتيجيه الدحر او التدمير او التفتيت اللي هي موجوده، او التدمير الذاتي. عذرا على الاطاله اخوتي واخواني واصدقائي على الكلام المتواصل دون توقف، أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم فحوى أو فكرة الموضوع. كل الشكر لكم لاستماعكم وحسن أصغائكم، والشكر موصول إلى دكتور علي عبد الكريم الجابري على مرة أخرى على إتاحة الفرصة لأكون بينكم محاضرا، وشكرا جزيلا لكم. شكرا دكتور وجدان، صراحة وفيت وكفيت، شكرا لحضرتك، لكن شوية يعني كنت سريع أنا أعرف يعني الوقت وغيرها، فحاولت بأن تكون سريع بإيصال المعلومة. على العموم إحنا راح نفتح باب النقاش إخواني الأعزاء، يعني أي واحد عنده أي مداخلة إحنا يعني موجودين. أعتقد حسام، أستاذ حسام علي، تفضل أستاذ حسام. أستاذ حسام تفضل. أستاذ حسام راح. أي شخص عد يعني فتحنا باب النقاش والحوار، أي واحد عد يعني مداخلة يتفضل. أساتذتنا، تفضل دكتور عماد. أستاذ عماد، عماد طالب تفضل. أستاذ عماد طالب، أسمع تفضل. اعتقد انه ضعيف. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، اهلا وسهلا استاذ عماد. تحيه للجميع ان شاء الله صحه وعافيه للجميع. الله يخليك. الموضوع طبعا شيق، و الاخوه المشاركين وحضراتكم اعطيتوا تغطيه تامه تقريبا، وما عندي اي ملاحظات عليه ان شاء الله او اي مداخله. بس نقدم الشكر والتقدير لكم. شكرا جنابك الكريم، شكرا استاذنا العزيز. بس عندي ملاحظة صغيرة دكتور، احنا يعني هي المناسبة تجي
بخصوص عدد الشهادات العليا اللي جت بالآونة الأخيرة واللي راح تجي مستقبلا، يعني بدي اشوفها اللي درسوا ويانا واللي يدرسون والهاي الماجستير والدكتوراه والهاي، يراد لها نظرة أخرى وهاي، ويا ريت يعني نسمع احنا راح يصير دراسات داخل العراق بس بدون جدوى، يعني ماكو بلخص الجامعات صحيح الأهلية. صحيح يا حبذا يعني هذا اللي الموضوع ان شاء ما الله يكون بطي النسيان. ان شاء الله ان شاء الله استاذنا العزيز ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. شكرا شكرا, شكرا جنابك، الله يسلمك استاذ عمران. استاذ زيد تفضل. استاذ زيد. أستاذ زياد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ زياد. الله يحفظك دكتور وجدان، إن شاء الله ممنونين منك على هذه المحاضرة الرائعة الله يخليك أخي العزيز. بروعتك وجمالك طبعا هذه المحاضرة، نشكرك جدا على هذا الموضوع الشيق، ملم بالموضوع بكامل التفاصيل، حبينا بس نقدم لك شكرنا وامتناننا، نشكرك جزيل الشكر دكتورنا الرائع. ربي يحفظك استاذ زياد، الله اشكرك جزيل يحفظك، الله العزيز. نتمنى لك التوفيق والنجاح بالأيام تسلم حبيبي، القادمة. تسلم تسلم لي حبيبي، دكتور، رحم الله والديك، الله يحفظك إن شاء الله، ممنونين على المركز. شكرا حبيبي استاذ زياد، الله يحفظك، الله يحفظكم، تسلم. أستاذ أحمد، أحلام أحلام ست أحلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. حليمة الجبوري، بكالوريوس لغة عربية، مدربة تنمية بشرية ومدقق جودة. يا أهلا وسهلا. أهلا بك سعد، شكرا تقديري لمركز التطوير والتخطيط الاستراتيجي والأستاذ الدكتور وجدان على هذه المحاضرة القيمة. كنت أتمنى أن أسمع لمهارات التفاوض، نحن بحاجة جدا لمعرفة ما هي هذه المهارات من أجل تمكين الإنسان، خصوصا الأشخاص بالمناصب الإدارية والقيادية يحتاجون هذه المهارات يتعلموها ويتقنوها، مو بس يتعلموها. فمثلا سؤالي على إحدى هذه المهارات، وهي أنا أنتبه عليها من بعض الأفلام الأجنبية، خلال المفاوضات بعد أن يصير يصلون إلى حد معين من هذه المفاوضات، يقول الشخص أحد الأطراف ما عنده، ثم يغادر الطاولة وهو متأكد أنه راح يتصل بالطرف الثاني ويوافق على اللي طرحه. هذه المهارة أو هذه الاستراتيجية بالتفاوض أنا جربتها شخصياً بس مو دائماً تنجح، فيا ريت تتكلمي على هذه المهارة بالذات، اللي هي إنه شلون بعد أثناء التفاوض وإعطاء ما يريده الشخص طرف المفاوض، ويكون هو بكامل ثقته وبأعلى درجات هذه الثقة والتمكن، فيلقي ما يريد ويغادر طاولة المفاوضات، وهو يكون متأكد جدا أن الطرف الثاني راح يوافق على الشرط اللي قاله، ويتصل وهو راح يتصل به بعد دقائق معدودة، وفعلا يكون هذا الشيء، ويتصلون به أنه يخافون لا يخسرون الصفقة أو يخافون أن يخسرون التفاوض كله. فيا ريت تتكلمي عن هذه الاستراتيجية بالتفاوض، وشكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ست حليمة. دكتور وجدان تتداخل لو دكتور عزيز نسمع الاخوه البقيه حتى يكون الجواب عنهم واحد، يعني واحد للاخر على راحتك. دكتور غزوان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله، شكرا جزيلا لمركزكم الكريم على اتاحه الفرصه لنا من أجل المشاركة والاطلاع على هذه الندوات القيمة، وشكراً للأخ الأستاذ المحاضر دكتور وجدان، أخوكم دكتور غزوان، أستاذ مساعد دكتور غزوان مجيد رشيد، رئيس قسم اللغة العبرية في كلية اللغات جامعة بغداد. أهلاً وسهلاً بك، شرفنا دكتور. من الشرف. دكتور وجدان عرج على
الاستراتيجيات الشخصية واللي من ضمنها المهارات اللغية، وأنا أتكلم في الجانب اللي تخصني كمختص باللغة وخصوصا اللغة العبرية، وما يتم في المفاوضات اللي مرت على مدى التاريخ مع الكيان الصهيوني. وشفني أقول في أحيان كثيرة كانت الغلبة في المفاوضات بالتلاعب اللي يصير في اللغة. ذكر دكتور وجدان مسألة التعريف والتنكير في النصين الإنجليزي والعربي وما أدت به. أيضا ممكن أعطي مثال آخر على مثلا مصطلح التجميل الاستيطان اللي تلاعب به الكيان الصهيوني بين الفترة والأخرى. كلمة تجميد هي نعرفها كل